سورة التحريم آية 7، الآية 7 من سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا يقبل عذر المعتذر إذا مات على الكفر يوم القيامة. أي ذنب له عذره إلا الكفر يوم القيامة. وبالتالي لا تعتذروا اليوم، الألف واللام هنا للعهد، يعني اليوم المعهود اللي هو يوم القيامة، مش أي يوم بقى. تقول تسمع كده اليوم مش أي يوم، يبقى المقصود هنا الألف واللام هنا للعهد الإيه؟ الذهني مش الذكري، لأنه ما ذكرش القيامة قبل كده، لكن ده أمر معهود ذهنا، يسموه إيه؟ العهد الذهني، يعني حاجة في ذهنك معروفة. أمال إيه؟ هقول لك كل واحد ليه يوم، تعرف يعني أجل، فاهم؟ مش يوم خميس بقى ولا جمعة ولا سبت، لأ، ما أقول لك كل واحد ليه يوم، يعني يوم يعني أجل، فاهم؟ يبقى هنا إيه؟ لا تعتذروا اليوم، يعني إيه؟ يعني يوم القيامة، كأنه الألف واللام عوض عن المضاف إليه، اللي هو كان هيقول يوم القيامة. فراح شال القيامة وحط الألف واللام. فهمت بقى إزاي؟ لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما كنتم تعملون، بصلة ميم الجمع هكذا، قراءة ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا، أنت عايز تظبط شوية القراءات بتاعتك، عديتك انا كده عشان بس الوقت ضيق، لكن في غنه في اخفاء، كل حاجه ليها توقيت كده، والتوقيت والزمن ده مش هتعرف تضبطه لما تقعد على الشيخ، لازم تقرا على شيخ كده كل يوم ربع ساعه لمده كده 6 7 شهور، تبقى تمام، تبقى عبسط حبصم. اهلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وده أمر إيه؟ بالتوبة إلى الله، دل على أن التوبة إلى الله أمر واجب شرعي، والتوبة لا تكون إلا من الكبائر والتقصير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ومن ضمن الكبائر الإعجاب بالنفس، من ضمن الكبائر الاعتماد على عمل، من ضمن الكبائر انك انت تسيء الظن بالمسلمين، كل دي كبائر. في واحد فاكر الكبائر ايه؟ يزني ويشرب خمره ويلعب قمار، هي دي كبائر. ما بيعملش كده يبقى ما شاء الله بقى سيدنا جبريل، وهو قلبه مليان حقد وحسد وغل وسوء ظن بالناس وعدم رضا بالقسمه وطمع وحرص، ما يعرفش ان دي من الكبائر الشديده جدا، يمكن اشد من الزنا. صدق بقى، يعني الزنا تملي قبيح عند كل مسلم، لكن هذه الاشياء اقبح كمان. تصور بقى، وبعدين الانسان يبقى مش واخد باله منها، كثير من الناس مش واخده بالها. يبقى توبوا الى الله توبه نصوحه، توبوا يعني من الاعمال الظاهره ومن الاعمال الباطنه. مش ربنا بيقول ذروا ظاهر الاثم وباطنه؟ باطن الاثم اللي هي في القلوب بقى، وربنا اعلم ما في القلوب، فهمت؟ يبقى دي ايه؟ لازم تتوب الى الله من الذنوب الظاهرة، كترك الصلاة، عدم المواظبة على العبادة،
عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، عدم الحرص على الرزق الحلال، عدم الرضا بقسمة الله، واخد بالك، حب الشهور، حب السيطرة، كل الحاجات دي ذنوب تبعدك عن ربك سبحانه وتعالى. وبعدين ايه؟ توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. وأقل التوبة أو بداية التوبة أو أصل التوبة، أو أنت تقول الشجرة الكبيرة دي كلها أصلها بذرة، مش كده؟ برضه بذرة حاجة قد كده، لكنها تعمل شجرة كبيرة. بذرة التوبة هي الندم، فهمت بقى؟ الندم ده هي البذرة اللي بتنبت بها شجرة التوبة، فهمت بقى؟ لابد يبقى الإنسان عنده ندم. والندم يعني إيه؟ يعني ضميره بيأنبه، يعني نفسه لوامة، فهمت؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني إيه توبة نصوحة؟ يعني توبة تعزم فيها على ألا تعود إلى الذنب أبدا، وتسأل الله التوفيق على ذلك، فهمت؟ يعني توبة لا يعقبها ذنب. ودي ممكنة؟ ممكنة عند الله، لكن مش ممكنة لو وكلك لنفسك، لكن ممكنة عند الله بتوفيقه. كم من أولياء شفناهم ربنا حفظهم ما فعلوش المعاصي دي خالص. يعني كنا نشوف أحد مشايخنا زمان، راجل فوق 90 سنة، يقول أنا بقالي 50 سنة لم أعصى الله لحظة. إيه ده؟ ده توفيق عجيب. فاهم؟ يبقى إيه، في ناس ربنا بيوفقهم كده، بيحفظهم. ليه؟ لما بيجد الصدق في قلبهم والمحاولات الكثيرة، كل ما يحاول ويقع يرجع تاني، يحاول ويقع يرجع، وما يأس من نفس من ربه. حتى لو يأست من نفسك لا تيأس من ربك. فهمت؟ ادي التوبة النصوحة، انك انت لا تفعل ذنب بعدها او تعزم على عدم العود، فان عدت تسارع بالعودة. فهمت ازاي؟ الى الله توبة نصوحة. عسى ربكم، وعسى في القرآن يعني قول محقق، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يبقى التوبة من الكبائر تكفر المحرمات من الصغائر، شفت بقى؟ لأن اللي يكفر هي إيه؟ هي السيئات اللي هي الصغائر، واللي يغفر بالتوبة اللي هي الكبائر الذنوب. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، مش كده بس، ويدخلكم جنات تجري من تحتها. وبعدين يقول لك جنات مش جنة، مش هتبقى زحمة احنا ونقف بقى ايه كل واحد مين هياخد الدور، لا ده جنات كتيرة، كل واحد فينا جنات كتيرة. تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم يعني في هذا اليوم، منصوبة على الظرفية أو منصوبة على ايه، نزع الخافض يسموها كده، منصوبة على نزع الخافض، دي أصلها في يوم، في يومي، يوم ما نشيل فيه نروح نصبينها على طول، شو إيه؟ منصوبة على نزع الخافض. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، النبي لقراءة نافع بالهمز، قالون يمد 4 وورش يمد 6. شوف ربنا سيدنا ابراهيم يقول لربه ايه؟ ولا تخزني يوم يبعثون. حاجه بيتمناها سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، ده من عظماء البشر، ده تاني افضل خلق الله بالترتيب كده، الاول سيدنا محمد، نمره 2 سيدنا ابراهيم. شوف قد ايه بقى، يعني مش اي حاجه سيدنا ابراهيم، ده امه وابو نبينا كمان وابو الانبياء. يعني شوف كرامات سيدنا إبراهيم يعني لا تخفى عن كل حاجة، حتى إبليس يعرفها، فالمسلم مش هيعرفها إذا كان إبليس عارفها. فسيدنا إبراهيم شوف يقول إيه، ولا تخزني يوم يبعثون، بيتمناها ربنا يديها للنبي من غير ما يطلبها. شفت بقى، لأن ده الخليل والتاني الحبيب، فاهم؟ فإيه، يوم لا يخزي الله النبي. زي برضو إيه سيدنا موسى يقول ايه، رب اشرح لي صدري، يطلبها وربنا يقول لنبيه ألم نشرح لك صدرك، ده اديها له من غير ما يطلبها، عشان تعرف المقامات. ودي مقامات العظماء مع بعضهم بقى، دول الأنبياء، احنا بنتكلم على أعظم الخلق، فاهم؟ لأن ترتيب الأفضلية
في الخلق سيدنا إبراهيم نمرة، سيدنا محمد نمرة واحد، سيدنا إبراهيم اتنين، سيدنا موسى نمرة تلاتة، سيدنا عيسى نمرة أربعة، سيدنا نوح نمرة خمسة. واخد بهذا الترتيب اللي اتفقوا عليه وبيدرسوا لنا في الأزهر يعني. لكن ايه، في خلاف في الاثنين الاخرانيين، هل نوح قبل عيسى ولا عيسى قبل نوح؟ يعني فيها خلاف. لكن ده الترتيب الافضلي اللي احنا اتعلمناه في ايه، في الازهر واحنا اطفال صغيرين، في عقيده العوام والحاجات اللي احنا ايه كنا بندرسها واحنا اطفال. يبقى يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. يعني شوف احنا بقى بنسبتنا للنبي، ربنا ادالنا اللي بيتمناه سيدنا ابراهيم لنفسه. ايه ده؟ أم ايه دي؟ كنتم خير أم... ليه بقى؟ ليه؟ لأن أنت نسبت له، فإذا نسبت للعظيم عظمت، وإذا نسبت للكريم كرمت. فهمت ازاي؟ فإحنا ربنا نسبنا لمين؟ اسمنا أمة سيدنا محمد، إيه ده؟ إيه النسبة دي؟ مفيش أعظم من دي نسبة. تيجي تقابل واحد يوم الأيام التمنين يقول لك أنا من أم سيدنا مسلم، أنا من أم سيدنا محمد. واخد بالك؟ يعني حاجة مفيش كرامة بعد كده. يوم لا يخزي الله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. طبعا آمنوا هتبقى فيها ثلاثة البدل عند ورش، يعني يقصر يقول آمنوا، أو يتوسط يقول آمنوا، يمد أربع حركات، أو يمد ستة ويقول آمنوا. دي قراءة ورش. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يبقى مد البدل ده إيه؟ ما قالش بيه إلا إيه؟ ورش بس، وما حدش بيقرب مد البدل إلا ورش. عشان كده المصريين، لأن ورش ده مصري وكان شيخ المقر المصرية 40 سنة. فهمت بقى إزاي؟ فتلاقي المصريين متعودين في الصلاة ويقولوا إيه؟ آمين. شوف مد البدل، واخدينه من أي ورش. يجي لك الجواد التاني الجوهابي يقول لك امين، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ايه، ما يجراش حاجه اقول يا سيدي امين بغير مد صح، لكن تدعي ان هي دي اللي صح وغيرك غلط، هي دي المصيبه عندهم. فهمت ازاي؟ لا دي صح ودي صح، يعني ممكن تقول امين وممكن تقول امين، الاثنين صح. حتى هو بيجي يطبقها غلط يقول امين، يقوم يخضك كده، يا عم امين بالراحه شويه، قول امين بالراحه شويه، مش انتوا بتسمعوها ولا انا اللي بسمعها بس؟ طيب، لحسن انا بخاف يكون عندي اوهام سمعيه، لان انا ساعات بسمعهم يقولوا كده حاجه توجع يعني. لكن على اي حال شوف امين دي صح، ليه؟ لان فيها مد بدل، لان قراءه المصريين كانت قراءه ورش عن نافع لحد مع محمد علي طبع اول مصحف في المطبعه بعد الحمله الفرنسيه، فطبعوا على ايه؟ على قراءه حفص، فانتشرت بعد كده قراءة حفص والناس نسيت قراءة ورش في مصر، واستمرت ورش بقى ايه في تونس والجزائر والمغرب في البلاد دي، وليبيا خدت قالون. فهمت؟ وتشاد تحتها خدت الدوري، والسودان واخدين الدوري وحفص، والصومال القراءات العشر. في الصومال انا رحت زرتهم، هناك ما يعلموش الا قراءات العشر، مفيش حاجة اسمها يعلم رواية واحدة، يعني يدخل العيل من دول يحفظ القرآن يقعد 10 سنين يطلع حافظ قراءات العشر. في الصومال حاجة غريبة، بلد المليون قارئ، وما يقولك أنا حافظ القرآن في الصومال يعني حافظه القراءات العشر، بخلاف إحنا أنت حافظ القرآن في مصر يعني يدوب حفص برواية من رواية حفص. واخد بالك؟ فخد بالك، أمة النبي دي مليانة جواهر وأنت مش واخد بالك. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إيه هو النور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور. يبقى النور اللي على الصراط هو نور صلاتك. فهمت؟ نورهم يسعى بين أيديهم يعني أمامهم، وبأيمانهم يعني الجهة اللي فيها البركة، جهة اليمين تملي جهة البركة والخير وتوقع إيه؟ كل ما يسر النفس. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمان، يعني نورهم سابقهم، وهم ماشيين كده بعض الناس نورهم يقطع، يقوموا يقفوا اللي هم كانوا بيصلوا يقطعوا. فهمت؟ اللي يصلي وتقطع يبقى نوره متقطع، واللي يصلي ويقطع على طول يجي له نور ويقطع ويستمر في الضلمة. طبعا في الضلمة وانت على الصراط وتحتك جهنم يبقى واقع واقع،
فهمت بقى ازاي؟ فربنا ينجي. عشان كده اللي عايز نوره يبقى دائم يوم القيامة على الصراط يداوم على صلاته. الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى النبي بيفصل لنا القرآن. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون، أول ما يشوفوا الناس اللي نورهم اتطفى يقول إيه؟ ربنا أتمم لنا نورنا. خايف لحسن إيه نوره يتطفي بعد شوية، فاهم؟ ما هو لو كان تبع بقى إيه وزارة الكهرباء بتاعت مصر هيقطع النور علشان ما دفعش الفاتورة، واخد بالك؟ ممكن. لكن إيه، ربك كريم، ربك كريم يا سيدي. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يبقى ليه قالوا ربنا أتمم لنا نورنا؟ عشان شافوا ناس نورهم اتقطع. فهمت بقى ازاي؟ يسموه ايه؟ بالمفهوم. يعني ايه؟ في حاجة منطوق تعرفها من المنطوق، وتفهم من خلال المنطوق حاجات مفهومة مش منطوقة. فهمت ازاي؟ بالمفهوم كده. حتى المصير يقول لك انت ما عندكش مفهومية. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من هؤلاء. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وفل عن ذكره الغافلون.